جولة إخبارية جديدة، أهلا ومرحبا بكم. أيدت المحكمة العليا الإدانة الصادرة من محكمة الموضوع في حق قتلة الأستاذ أحمد الخير من المتهم الأول وحتى 27 والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين تحت المواد 21-130 فقرة 1-2 من القانون الجنائي لعام 1991 تعديل 15 و2000، وتأييد عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا في حقهم. كما أيدت المحكمة العليا إدانة المتهمين الأول والثامن والعشرين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين بموجب المواد 21-165 فقرة 2 من القانون الجنائي لعام 1991 تعديل 15 و2000 مع تعديل عقوبة السجن إلى سنتين بدلا عن 3 سنوات بدءا من تاريخ 26/6/2019 مع الأخذ في الاعتبار أن عقوبة الإعدام في حق المداني الأول والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين تجب ما دونها من عقوبات. وأيدت المحكمة العليا براءة كل من المتهمين 29 والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين وإخلاء سبيلهم فورا ونهائيا ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات أخرى. من جهته تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن دعما للقوات المسلحة بقيمة 20 مليون جنيها من بنك أم درمان الوطني. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد الإدارة العليا للبنك برئاسة مديره العام دكتور عبد الحميد محمد جميل. وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقديره للدور الفاعل الذي تطلع به أو يطلع به البنك في مختلف المجالات لا سيما تلك التي تتصل بأمن البلاد ووحدتها واستقرارها. من جهته أكد مدير بنك أم درمان دعم البنك ومساندته للقوات المسلحة وهي تزود عن وحدة السودان وعزته وكرامته، وحيا تضحياتها في مختلف الجبهات وخاصة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا. بحث رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فوكر بيرتس أولويات البعثة اليوني تماس والمتمثلة في حشد الموارد الاقتصادية في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية. وأوضح بيرتس بأنه بصدد القيام برحلات لكل جهات البلاد مطلع مارس القادم لسماع أصوات السودانيين المختلفة. من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة السفير عمر الشيخ قال أن من أولويات البعثة بالإضافة لصناعة السلام والقيام بدور محوري في بناء السلام وذلك بالمصالحات ونزع السلاح وحماية المدنيين. كان عندنا لقاء جدا مفيد مع السيد رئيس الوزراء. ناقشنا الأوليات لبعثة يونيتامس وهي أوليات السودان، وأنا ركزت كمان أنا على خبر جدا مهم بالنسبة لي أنه يونيتامس وأنا كSRSG كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أنا هون وإحنا هون للسودان، لكل السودان، مش فقط لطرف واحد، مش لطرف واحد في السلطات الانتقالية، لكل السودان، لحكومة، لشعب، للأطراف، للجهات، طبعا شركاء بالسلام، للمجتمع مع كل شرائحها ومع كل جهاتها. في الأهداف الاستراتيجية الأربعة اللي قال عليها السيد بيرتس نفسه هي أهداف متكاملة. نمر واحد التحول السياسي، التحرك نحو الحكم الديمقراطي، حقوق الإنسان، الوسائل اللي ممكن تتحقق بها الأشياء دي هي أولا تحقيق الأهداف الموجودة في الوثيقة الدستورية، الإعداد لدستور يعبر عن التغيير الجديد التم في السودان، الثالثة الإحصاء،
الرابعة الإعداد لانتخابات ديمقراطية، وزي ما ذكر هو بعد ذلك ده ما ممكن يتم إلا إذا تحقق السلام الشامل. إلى ذلك أكد عضو مجلس سيادة الانتقالي الفريق مستشار بحري إبراهيم جابر تعاون السودان التام مع بعثة الأمم المتحدة يونيتامس بما يمكنها من الاطلاع بدورها وتسهيل مهامها في السودان. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، وأمن جابر على تنفيذ ما جاء في القرار 24 و25 الخاص بإنشاء البعثة والذي حدد الأهداف الأربعة المتمثلة في المساعدة في التحول السياسي والمساعدة في إرساء دعائم السلام وبناء السلام وحشد الدعم. من جانبه أوضح رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لبعثة يونيتامس السفير عمر الشيخ، أوضح أن الطرفين اتفقا على الاستمرار في التعاون لتحقيق أهداف البعثة مع فريق الدعم القطري، مؤكدا التزام البعثة بتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودان. أكد على أن السودان سيتعاون تعاون كامل في تنفيذ ما ورد في القرار 25-24 الخاص بإنشاء البعثة، وحدد الأهداف الاستراتيجية الأربعة اللي هي التحول السياسي والمساعدة في إرساء السلام وبناء السلام وحشد الدعم. وتطرق الفريق إبراهيم إلى تفاصيل ما هو مطلوب. أمن السيد بيرتس على استعداد البعثة للقيام بكل ما يمكن أن يساعد السودان، واتفق الطرفان على الاستمرار في التعاون من خلال اللجنة التنفيذية الوطنية لمتابعة تفاصيل تنفيذ هذه الأشياء بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري القائم أصلا في السودان. إلى ذلك دعا عضو مجلس سيادة الانتقالي محمد حسن التعاشي وزارة الزراعة والموارد الطبيعية للاطلاع بدورها في تنمية المجتمعات الريفية والموارد الطبيعية والقطاعات الزراعية بأشكالها المختلفة بما يعزز معالجة آثار الحروب التي حدثت بسبب فقدان التنمية في المجتمعات الريفية. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مع وزير الزراعة والموارد الطبيعية دكتور الطاهر حربي بمقر الوزارة. وأضاف التعايشي أن زيارته هدفت للتنوير بعلاقة اتفاقية جوبا للسلام بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، باعتبار أن الاتفاقية تركز في الأساس على تنمية المجتمعات المحلية والريفية. من جانبه تعهد وزير الزراعة والموارد الطبيعية دكتور الطاهر حربي بإعادة إعمار وتشغيل المشروعات الزراعية الحيوية والتنموية التي تأثرت بسياسات النظام البائد، خاصة المشاريع المعنية بالتنمية الريفية ومواطن الريف، بالتركيز على مشروع هيئة تنمية غرب السافانا. يواصل عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية دكتور هادي إدريس زيارته الميدانية إلى الولايات للتبشير بالسلام، حيث زار محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور وسط استقبال جماهيري كبير بترحيب بالسلام. جولة رئيس الجبهة الثورية عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس على المحليات الجنوبية بولاية وسط دارفور تواصلت من خلال الزيارات الميدانية بالبر، شملت اللوحة المعبرة لاستقبال المواطنين لوفد الجبهة الثورية بمنطقة ديليت، واحدة من المناطق التي تعرضت للقتل والتشريد إبان الأزمة بدارفور شهدة عبر التاريخ النضالي، ليتواصل موكب التبشير بالسلام بزيارة محلية وادي صالح من خلال اللقاء الجماهيري الحاشد ترحيبا بالسلام. نحن نطالب بالسلام أكثر من كده، والأمن للجميع، أنها تنعم بالسلام وبالأمن عموما. إنه الآن السودان يعاني مجموعة كثير جدا جدا من المشاكل الاقتصادية، ولا ترتفع اقتصاد السودان إلا بالزراعة والثروة الحيوانية. عشان كده عملنا مفاوضات كبيرة في جوبا، والمفاوضات اللي عملناها في جوبا نحن خاطبنا فيه كل القضايا الأساسية بالنسبة لكم، والمفاوضات ده ما زي المفاوضات الناس بعملوه في زمن بتاع عمر بشير. ده مفاوضات نحن عملناه بعد حكومة بتاع ثورة، بعد الشارع في السودان كله قال حرية سلام وعدالة وثورة خيار الشعب.
محاور اتفاق سلام جوبا وتسليم نسخة من الاتفاقية للقيادات الأهلية والتنفيذية بمحلية جارسيلة بواد صالح شكلت العنوان البارز والأهم لإشراك المجتمع في عملية تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وسط تعهدات من قبل عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية بمتابعته خطوة بخطوة من أجل الاستقرار والأمن والسلام. سميناه اتفاق جوبا لسلام السودان عن مقاطب مشكلة السودان كله. ومشكلة السودان ما في دارفور، مشكلة السودان موجودة في كل مناطق بدءا من الخرطوم. والمشكلة ده ما بتعلينا، المشكلة ده من 56. عشان كده نحن في اتفاق جوبا، وده أول اتفاق. اتفاقيات السابقة تسمى اتفاق بتاع دارفور، اتفاق بتاع منطقتين، اتفاق بتاع شرك، لكن ده أول مرة لينا قلنا اتفاق بتاع السودان كله وعالج مشكلة السودان كله. تفاعل أهل دارفور باتفاقية السلام ودعمهم لتنفيذها صمام أمان لنجاح اتفاق جوبا من خلال جدية حركات الكفاح المسلح عبر الرحلة التاريخية والمشهودة التي امتدت لأكثر من شهر لعضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية تواصلت إلى محلية واد صالح بولاية وسط دارفور والجميع يردد السلام سمح. رحلة التبشير بالسلام لتنفيذه على أرض الواقع امتدت لشهر كامل لرئيس الجبهة الثورية، تجولت بالعديد من الولايات وسط تجاوب واسع من المواطنين ترحيبا بالسلام. أشرف عمر مجد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، من فيافي، محلية واد صالح، ولاية وسط دارفور. أهلا بكم من جديد. أصدرت وزارة خارجية بيانا أدانت فيه العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضي تتبع للسودان قانونيا في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه وانتهاك لقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن. وأبانت الخارجية أن اعتداء إثيوبيا على الأراضي السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، أن من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، واتساقا مع خياراته فإنه يطلب منها الكف فورا عن تعديها على أراضيه، أن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها. سلم اتحاد أبناء الشمال للحقوق والتنمية رئيس فريق الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام المستشار تود جولواك مذكرة مطلبية تتعلق بنصيب الأقليم الشمالي الذي يضم ولايتي نهر النيل والشمالية في الثروة والسلطة، ووعد جولواك بدراسة المذكرة ومناقشتها مع الحكومة السودانية وشركاء السلام للوصول إلى قرارات منصفة لأهل الشمال. أعلنت الناطق الرسمي بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية خرطوم دكتور رندا يحيى نجم الدين عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات حتى يوم أمس السبت بولاية خرطوم. جاء ذلك لدى تقديمها التقرير الدوري للجائحة في مركز تحكم طوارئ كورونا بوزارة الصحة ولاية خرطوم. وكشف الدكتور رندا أن محلية الخرطوم لا تزال تسجل أعلى معدلات الإصابة بالفيروس مقارنة مع بقية المحليات. اليوم 14 حالة في الولاية بإجمالي 45 حالة من تاريخ آخر إعلان. محلية الخرطوم لا تزال الأعلى إصابة ب 6448 حالة في المحلية ومجموع 20416 في الولاية ككل ومعدل انتشار 22.9% في المجتمع. سجلنا اليوم بحمد الله 3 حالات شفاء بإجمالي 9 حالات شفاء من آخر إعلان، وأصبح الإجمالي المعافى في المجتمع 9603. وقد قمنا بزيارة 7 منازل اليوم ومجموع 19 منزل من آخر إعلان وجمعت 42 عينة. أما في العزل المنزلي فهناك 1845 حالة عزل منزلي تعافى منها 1161 حالة بعد إكمال فترة المراقبة، وحولت 18 حالة للمتابعة في مراكز العزل. سجلت 3 وفيات اليوم بمجموع 7 حالات وفاة من آخر إعلان، ليصبح إجمالي حالات الوفاة من بداية الوباء 924. تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على الإشراف على المدارس ومراقبة سير الالتزام بالاشتراطات الصحية حرصا على سلامة الأطفال
واستمرار العام الدراسي بصورة آمنة. نهاية نشرة العاشرة صباحا، تحياتي والفريق العمل في أمان الله.